إنا لله وإنا إليه راجعون وفاة الإعلامية أسماء مصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفاة الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراع مع مرض السرطان وزوجها يودعها إن كسر ظهري أعلن عضو مجلس النواب أيمن أبو العيلة عن وفاة زوجته الإعلامية أسماء مصطفى بعد صراعها مع المرض وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك انكسر ظهري وفطر قلبي ولن اقول الا ما يرضي الله إن لله وانا اليه راجعون وفي منتصف الشهر الماضي اعلن ادمن الصفحه دخول الاعلاميه اسماء مصطفى المستشفى قائلا بنعتذر لعدم التواصل والرد لاني اسماء تعرضت لوعكه دخلت بسببها المستشفى دعواتكم تخرج بالسلامه انا لله وانا اليه راجعون سائلين المولى عز وجل له الرحمه والمغفره اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها اللهم اجزها عن الاحسان احسانا